قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف إن أسباب رفض المعارضة السورية المشاركة في اجتماعات أستانا غير مقنعة. وفي سياق متصل قال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري إن النظام السوري حريص على إنجاح مسار أستانا ووصول المحادثات إلى بر الأمان. يذكر أن الجولة الثالثة من المحادثات السورية قد انطلقت في وقت سابق من صباح اليوم في العاصمة الكازاخية أستانا باجتماعات استشارية دون مشاركة المعارضة. للمزيد من المتابعة معنا هاتفيا الدكتور محمد الشاكر عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري. أهلا بك معنا دكتور. وبداية يعني الوفد السوري يصل لأستانا والمعارضة تقاطع، روسيا مصممة على إتمام هذا اللقاء، ماذا تتوقع من مخرجات أستانا ثلاثة؟ اهلا بك بداية. طبعا استانا ثلاثة يعني حضور الضامنين وغياب المضمونين له دلالات كبيرة في الصراع السوري. يبدو ان جميع الاطراف اصبحت تدرك ان الصراع السوري تحول بعد التدخل الواضح للولايات المتحدة الامريكية في اليومين الاخيرين الى غاية امريكية. نحن نعرف بأن حضور يعني عدم حضور الفصائل يعني يأتي في سياق غياب الأدوار الدولية أيضا، يعني مثلا لم يحضر المبعوث الأممي، الأردن، أمريكا، جميعها يعني حضور كمراقبين. حتى الضامنين يعني الحضور ضعيف، نائب وزير الخارجية التركي، نائب وزير الخارجية الإيراني. لذلك أقول لك يعني بصراحة يعني ما يجري هو أن الرؤية أصبحت تتعلق برؤية الدول الضامنة للصراع السوري بالتحرك الأمريكي. طيب دكتور شاكر، يعني دعني أحدد معك في بداية الأمر، أي فصائل نتحدث عنها امتنعت عن المشاركة في أستانا؟ هل هي الفصائل المتحالفة مع المملكة العربية السعودية أم هي الفصائل المتحالفة مع تركيا؟ وأي من هذه الفصائل على استعداد للمشاركة في أستانا أو ربما لديها الرغبة مبدئيا للجلوس على طاولة المفاوضات؟ لا، هو الذين لم يحضروا يعني اذا بشكل رسمي هم الفصائل التابعه لتركيا. طبعا الفصائل التابعه لتركيا هي نفسها يعني اللي ضمن المحور السعودي يعني، ولكن غياب الدور السعودي، الغياب الواضح للدور السعودي في الفتره الماضيه يعني جعل الكلمه للفصائل التي تتبع لتركيا. الان هناك افتراق يعني يتعلق بانه يعني ما تحدثت عنه المعارضة في عدم جدوى الضامن الروسي أو ما حدث في المعارضة، هذا مجرد كلام إعلامي، لأن هناك خلاف داخل الفصائل نفسها وداخل المعارضة التي تمثل تركيا. يعني خرج على الإعلام كبير المفاوضين، وخرج أيضا جمال علوش يتحدث عن انتصارات وهمية يتحدث بها رئيس وفد التفاوض قاسم الحريري، أي أننا لم نناقش الانتقال السياسي وهذه حقيقة. إذا هناك مسألة خلل بنيوي داخل المعارضة السورية نفسها. ما حداك عن الدور الأمريكي الذي بدأ يحاول أن يهمش الدور التركي لصالح محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وينافس الدور الروسي أيضا، يعني واشنطن بالمرأة وأيضا يقف في وجه الدولة الإيرانية. يعني دكتور محمد شاكر، أفهم من حديثك أن معركة كسر الأصابع ما زالت مستمرة حتى مع الجلوس على طاولة مفاوضات أستانا. دكتور محمد شاكر عضو الأمانة العامة لتيار الغد السوري، أشكرك شكرا جزيلا.